الزهر لما يلعب يقال في واحد اسمه سديد أسطورة من بعد مسيرة فنية طويلة وتكريماً للفنان الراحل سمير غانم، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر عن العرض الأول لمسرحية الزهر لما يلعب حصرياً على منصات شاهد، وهو آخر عمل قدمه الراحل سمير غانم. تحياتي لكل الام بي سي. شكراً. وهاللقاء كان الأخير للراحل مع ترندينج في القاهرة، واللي حب يشكر فيه جمهوره. الهدايا الناس حبهم لي ده بمليون جنيه. وعرضت المسرحية بداية العام الماضي لايف، ومثلت وقتها عودة سمير غانم مجدداً إلى المسرح بعد غياب أكثر من 3 سنوات، وبيشاركوا البطولة شيرين. شيرين من تلامذتي، فنانة جميلة وما يهمهاش تضرب روسية بنية، لا والله يهمهاش أي حد، لو واحد ضايقها في الصلاة هتنزله، إنما بنوتة ست كلاس جميلة يعني. وبترجع هالمسرحية الثنائي لينا ومسعود بعد حوالي 40 عام على مرور مسرحية المتزوجون، إحدى أكثر المسرحيات شهرة ونجاح في العالم العربي. مسعودي إيدي دي أولا 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 الله فهل هي تكملة للمتزوجون؟ مش ممكن نكون نفسنا تاني. أنا مش بحب أستثمر النجاح، يعني اللي هو إيه، زي واحد مثلا بيأكل في مثلا ريشة وبيأكل فيها كلها 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 لغاية ما بيمسمسها خلاص. يعني انت عاملين حكاية أنا وشيرين إطلاقا، يعني ما ملهاش علاقة بكل اللي في مخوكو بال، ولو إن أنا عشان الناس ترتاح جايب سيرة الحتة دي في وسط الرواية. انت هتشوف الكابلز ده بشكل غير متوقع عما إنك تتخيله، يعني كابلز بشكل متجدد. وحنشوف دماء متجددة من الشباب في هالمسرحية، حرص الراحل سمير غانم يوقفوا إلى جانبه في هالعمل. كون إن أنا بدايتي أساساً كان أول حاجة مع أستاذ سمير على المسرح وأنا عندي 8 سنين، فكون إن يجي اليوم إن أنا بخرج من أستاذي والمدرسة اللي أنا تربيت فيها، فده فضل كبير من ربنا عليا، وبحمد ربنا وبشكر أستاذ سمير على ثقته. هقولك فزورة. فزورة؟ عرفت تحلها؟ مش هاخد تيبس، معرفتش هاخد تيبس وتقصد بقى وتجيبني. لقيت استاذ سمير غانم بيتصل بيا بصراحه الاول وقال لي حبيبتي انا بعمل روايه، وقلت الاستاذ احمد ان انت تبقي معايا فيها. لما لقيه بيكلمني قامه زي سمير غانم ومش ناسي، بيقول لي انا عايزك في المسرحيه معايا، وبعد كده لقيت تليفون الاستاذ احمد الابياري، فاتبسطت جدا من الموضوع. وانبسط كل الممثلين بالوقوف امام قامه كبيره مثل الراحل سمير غانم، فالكواليس معه كانت غير. الراجل ده جميل، يعني هو في الكواليس زي في التلفزيون زي في المسرح، هو في البروفات لما بيلاقي ان الناس عدم، يعني خصوصا ان في معانا شباب ما اشتغلتش معاه قبل كده، فلما بيلاقي الدنيا شده كده فبيقول افيهات فيضحك الناس. استاذ سمير لازم يبقى ذهنك حاضر طول الوقت، علشان هو ممكن يفاجئك باي حاجه في اي وقت وحاجات كده، وهو يعني قدام مدرسه كبيره. يعني انا ساعات في البروفات اسرح، يعني اسرح معاه، افتكر حاجه من اعماله واقول هو عملها ازاي دي، وهو يا لا هو مش شبه حد، هو مش شبه حد قبله ولا شبه حد ولا حد شبهه بعده. يعني واحنا شغالين حتى في البروفات اي في كويس مثلا بيلاقيه ليك لزميلك لحد تاني بيقول على طول لا بيقول، يعني يقول لك ممكن هنا اقول كذا، طب هنا انت عامل كذا، طب هنا يعني كده، فتحس دايما ان هو بيساعد كل اللي حواليه. وبالطبع لسمير غانم بصمته واسلوبه في صناعه الضحك رح نسترجعها في مسرحيه الزهر لما يلعب. دي تعتبر وثيقه للفنان الكبير الجبار في الكوميديا سمير غانم، وثيقة خطيرة وأنا بحبه جدا طبعا، وهو ده في جزء من يعني بداية المسرحية تأريخ وتوثيق يعني إيه سمير غانم بطريقة غير مباشرة طبعا بشكل فيه ذكاء جدا.